بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أعرب عن بالغ التقدير للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ومنظمة الأمم المتحدة على مبادرتهم لعقد هذا المؤتمر الهام بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. كما يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متمنين أن ينجح اجتماعنا بتحقيق ما نصب إليه جميعاً بتخفيف المعاناة الإنسانية التي أفرزها عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الآثم على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن المعاناة التي يعيشها أهالي غزة تجاوزت حدود اللغة والتعبير، فهي تمتزج بوجع لا يحصى وحزن لا يوصف، إذ لم تكتفي السلطة القائمة بالاحتلال بالقصف الجوي المكثف الذي ينهش في كل زاوية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وصلت إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي تمثل طوق النجاة الوحيد للشعب الفلسطيني. مسطرة بأفعالها الشنيعة مأساة جديدة في سجل العنف والظلم التاريخي الذي يكابده الشعب الفلسطيني الشقيق. وإذ تجدد دولة الكويت إدانتها الشديدة لتعنت السلطة القائمة بالاحتلال وعرقلتها لوصول المساعدات الإنسانية وفرضها الحصار ولإجراءات التعسفية على المعابر الحدودية، مما حال دون الوصول للإمدادات الحيوية الكافية التي إلى سكان القطاع المحتاجين، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناتجة عن العدوان. لتجديد الوقت ذاته على ضرورة استنهاض المجتمع الدولي ومسؤوليته نحو بلورة تصورات واضحة المعالم لإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط، ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والصكوك الدولية التي تكفل حق الشعوب في الحصول على المساعدات الإنسانية أثناء النزال. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لن تتوانى دولة الكويت على مد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق، وستستمر بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان، فقد أطلقت دولة الكويت حملات شعبية لمساعدة الأشقاء في فلسطين، وسيرت جسوراً جوية وبحرية لإيصال الآلاف الأطنان إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وواصلت دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها القطاع، لا سيما من خلال دعم وكالة الأنروا بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي للقيام بدورها الإنساني، علاوة على إطلاق جسر جوي بلغ عدد طائراته حتى يومنا هذا 50 طائرة، وما يفوق عن 100 قافلة إغاثية برية وبحرية محملة بمستلزمات إغاثية ومواد إيوائية، بالإضافة إلى ابتعاث فرق وطواقم طبية كويتية لتقديم العون والمساندة المباشرة إلى قطاع غزة، وذلك انطلاقاً من موقف دولة الكويت المبدئي والراسخ والثابت في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحق المشروع. كما قدمت دولة الكويت عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ 1 أبريل 2024 200 مليون دولار أمريكي، والتي تم تخصيصها لتمويل مشاريع حيوية في قطاع غزة. وعلى هذا الأساس ستتواجد دولة الكويت دائماً وأبداً في صفوف المناصرين للقضية الفلسطينية، متمسكين بخيار السلام العادل والشامل وفقاً للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على الحدود 4 يونيو 1967. ومن هذا المنطلق فإننا نرحب بالتأييد المتزايد للاعترافات الرسمية بدولة فلسطين وبالدعم المتعاظم الذي يحظي به مشروع عضويتها الكامل في الأمم المتحدة، داعمين الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وصون الأرواح للأبرياء العزل، متمنيين أن يوقن المجتمع الدولي
إن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون تحقيق الحل العادل والدائم والنهائي للقضية الفلسطينية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.